عم شفارة حبيبي صباحك ايه الاخرك؟ سمعت يا عم ان انت كنت بتعايد في القناطر يا سيدي. قوم يا عم صميم تخرجها وديها في العيد القناطر، وحلفت عليا كمان لازم اتمرجع. اتمرجح؟ اعمل ايه طيب؟ ازعل امي؟ قالت لي يا ابني ما بفرحش غير لما اشوفك قدام عيني بتتمرجح. لا رضا الام واجب برضه تعيش وتتمرجح طبعا. بس انت كنت مختفي فين في العيد؟ انا ما بين الشغل والاستبيان اللي الدكتور طلبه، طبعت 200 سؤال هوزعهم على العيال النهارده. الاستبيان يقول لك ايه بقى؟ اهم ظاهره بتؤرق المجتمع المصري. قعدت اجمع في ظواهر لغايه ما لقيت نفسي في الاخر غيرت البحث. وعملت ايه بقى؟ ايه بقى؟ ايه اهم حاجه بتفرح المجتمع المصري؟ عندك حق والله. اكيد ما لقيتش حاجه. اركب اركب. يلا بنروح. بقول لك ايه؟ ايه؟ تيجي تتمرجح. لا نزلني انا بقى. اركب يلا. لا اقعد. كده بقى معناه ان مفيش محاضرات النهارده. هعمل انا بقى في ايه؟ اوزع على الاستبيان ده لوحدي بقى. بقول لكم ايه؟ ده استطلاع رأي عايز اهم ظاهره تؤرق الشعب المصري. عينيا يا معلم. عدى لكم 5 دقايق ها؟ اكتب لي ده بقى بسرعه. عايزين اهم ظاهره تؤرق الشعب المصري. هاتوا لي الواد اللي بيوزع مشروبات هناك ده. اهم ظاهره تؤرق الشعب المصري. وصلنا مشروبات ايه يا ريس؟ ده استبيان رأي الجامعه يعني. اسمك آدم أمين عبد الحي، طالب في كلية الآداب قسم اجتماع، وبقالك 8 سنين في الكلية، مش كده؟ مظبوط يا باشا. جيت لنا هنا قبل كده من 3 سنين. اقعد. انت واقف ليه؟ اقعد يا ابني. جيت لنا هنا من الدولة من 3 سنين، كنت عامل خناقة مع واحد أجنبي في شرم الشيخ، صح؟ مظبوط يا باشا. بس يعني الموضوع ان انا كنت بشتغل عنده في المحل عشان مصاريف الدراسه وكده، يعني في الصيف كنت رايح اشتغل على اساس ان انا هشتغل في المطبخ، هو صمم ان انا اقف في الحمام لمجرد ان انا عربي. كان عنصري يعني وكده، كلمه مني وكلمه منه اتخانقنا مع بعض. قمت ضربه وفتح له دماغه. والله يا باشا هو اللي مد ايده الاول، وبعدين الموضوع ده انا خدت فيه براءه ومراته شهدت عليه معايا. كنت بتعمل ايه في المظاهره يا ادم؟ والله يا باشا انا ما كنتش في المظاهره اساسا، انا بس استغليت التجمع وقلت فرصه اوزع الاستبيان بتاعي على الطلبه عشان اخد رايهم في اهم ظاهره بتؤرق المجتمع المصري. هو ده الاستبيان مش كده؟ هو يا باشا فقر وبطاله وفساد ومحسوبيه. يعني دي الحاجات يا باشا اللي انا يعني طلعت بيها من صحابي، من الجامعة، من على النت، وجايز ابقى غلطان فيها كلها يا باشا. بس مش شايف يا ادم ان كل الحاجات اللي انت متكلم عنها هنا دي سياسة قبل ما تكون اجتماع؟ بس انا ما شفتهاش كده والله، انا عملت اللي الدكتور طلبه مننا. وبعدين حضرتك ممكن تسأله
بعدين يا باشا انا ماليش دعوه بالسياسه خالص والله، ده انا حتى ما بتفرجش على النشر. ده كلام يا راجل؟ في طالب في كليه الاداب قسم اجتماع وما يتفرجش على نشره الاخبار؟ عامل بيها ايه يا باشا يعني؟ بعدين احنا ناس غلابه يعني، بنمشي جنب الحيط ولو في تحت الحيط كنا مشينا فيه. يعني انت مالكش اي نشاط سياسي ولا ميول حزبيه معارضه للحكومه؟ قسما بالله يا باشا لا ليا في السياسه ولا اعرف عنها اي حاجه. ادم امين عبد الحي، تصدق ان انت واد طيب يا ادم وابن حلال، وانا مصدقك. ادي الملف بتاعك اهو، انا همشيك. الله يخليك يا باشا. سيبك بقى من الكلام ده وتعالى نتكلم كاصحاب. امسك خد سيجاره. تشكر يا باشا ما بدخنش. والله واد راجل، انا من زمان وانا نفسي ابطلها ومش عارف. تشرب شاي؟ شكرا يا باشا. ايوه يا ابني هات واحد شاي هنا بسرعه. والله يا ادم الاستبيان بتاعك ده قلب عليا المواجع فعلا. البلد بقت غريبه قوي. اوعى تكون فاكر ان انا اتولدت هنا في المكتب ده، لا انا زي زيك وبعدي كتير قوي على الشارع وبشوف الناس اللي تعبان واللي مظلوم واللي مقهور، ده غير طبعا اهلي واصحابي وجيراني كلهم عندهم مشاكل. تصدق وتؤمن بالله؟ لا اله الا الله يا باشا. سيبك بقى من الهيلمان اللي انا قاعد فيه ده، انا مرتبي ما بيكفينيش لدرجه ان انا فكرت ان انا اسيب الداخليه واروح اشتغل ملحن ولا مطرب، يمكن الف العالم واكسب فلوس كتير. بس ما ينفعش. قول لي يا ادم، في ايه في دماغك بقى عن المشاكل اللي بتقرق المجتمع المصري غير اللي انت كاتبه في الاستبيان ده؟ لا يا باشا هو حلو كده. حلو؟ انت خايف ولا ايه؟ يا ابني انا لو عاوز اخليك تتكلم وانت قاعد كده هخليك تتكلم، لكن انا بقول لك كلمني كاصحاب. الله، انت مش عاوز تصاحبني ولا ايه؟ العفو يا باشا، ازاي يعني؟ احنا نطل. اتكلم. والله يا باشا خدت بالي من حاجه غريبه قوي من كام يوم كده، وانا بحضر الشنطه لاخويا الصغير وهو رايح المدرسه الصبح، جيت احط له كتاب الدين في الشنطه، قال لي لا شيل الكتاب. قلت له ليه يا ابني؟ ده كتاب الدين ومكتوب في الجدول ان انت عندك حصه دين. قال لي لا ما هو مش مهم. قلت له مش مهم ازاي يا ابني؟ ده كتاب الدين. قال لي لا ما هو اساسا مش في المجموع، وبعدين مدرس العربي بيلغيه ويضم الحصتين على بعض. لقيت كده فجاه يا باشا ان الدين بيتلغي من المدارس، واحنا على ايامنا كانوا بيلغوا حصص الالعاب والموسيقى والرسم، كل دول يا باشا مجالات ممكن يطلعوا جيل ناجح ويشرف مصر. احنا كده بنقتل المواهب دي كلها، يروحوا فين بقى؟ يقعدوا على القهاوي ولا يروحوا فين؟ وبيطلعوا ما يلاقوش شغل. بصراحة يا باشا النظام ده عايز يتغير كله. النظام عايز يتغير؟ لا يا باشا اعوذ بالله، نظام ايه اللي يتغير؟ انا اقصد يعني نظام التعليم. مش سيف باشا. ازيك يا شامبيه؟ ازيك يا باشا؟ اتفضل سعادتك، ده الملف اهو. خليك واقف يلا. ده تبع ايه يالا؟ مش تبع حاجة مش. ولما انت مش تبع حاجة يا روح امك، بتوزع منشورات على زمايلك ليه؟ لا والله يا باشا مش منشورات ولا حاجة، ده في الجامعة بس. هو في سوء تفاهم يا سيادة العقيد بعد اذنك، وبعدين انا حققت معاه وهبقى اكتب لسعادتك تقرير. يا سعيد امرك يا باشا. خد يا ادم من الحجز دلوقتي لغاية لما تخلص له اجراءات الخروج. حاضر يا فندم. ولا يا امك اسمها ايه؟ نعم انا سألت. صبر يا باشا، صبر ابراهيم عفيف. ماشي يا ابن صبر. سيف باشا
انا عاوز اقول لسعادتك على حاجه. الواد ده اقل مما تتصور بكتير، وبعدين كل المعلومات والتحريات اللي جات لنا عنه ان ملفه ابيض ونظيف وزي الفل. الله يبيض ايامك يا هشام بيه وينور لك قلبك. انت هتعلمني شغلي ولا ايه؟ في ايه يا هشام بيه؟ العفو يا باشا، اسف. العيال دي ما بتجيش غير بالعنف، العيال عايزين يعملوا فوضى في البلد. مش كلهم سعادتك، مش كلهم. لازم نفرق ما بين البريء اللي اتاخد في الرجلين وما بين المذنب اللي بجد. وما عليك بقى عرفت انه بريء ازاي؟ اولا سعادتك ملفه فاضي ما فيهوش ولا سابقه. ثانيا وده الاهم، ان احساسي الامني اكد لي كده. يا دي احساسك الامني اللي انت فلقتني بيه يا ابني. انت ضابط امن دوله. ما هو عشان انا ضابط امن دوله لازم ادي لنفسي الفرصه اني اقيم الشخص اللي واقف قدامي قبل ما اتخذ ضده اي اجراء. دي اروح ناس سعادتك ولا ايه؟ طالما جه هنا واقف قدامك يبقى حواليه شبهه، ومهمتك كرجل امن انك تتحقق من ده عشان تقدر تحقق الامن والاستقرار للبلد. وهو امن واستقرار البلد ما يتحققوش الا لو عاملنا اولادها كانهم مجرمين وحراميه. يا ابني انت مهمتك انك توقف المشكله قبل ما تحصل، مش تستنى لما المشكله تحصل وبعدين تبدا تفكر لها في حل. الامن اهم سلعه في الوجود، ولو فلت الزمام وفقدناه كلنا هنروح في 60 داهيه. البلد دي هتولع في ثانيه. ده شغل امن دوله يا حبيبي. اقول تاني وافهمك ولا ايه؟ لا يا باشا مفيش داهيه. طيب قول لي بقى، انت وراك ايه النهارده بالليل؟ مفيش حاجه سعادتك. طب ما هتجيلي البيت شويه كده تتغلب لك بولتين ثلاثه شطرنج. ها؟ ما بلاش، سعادتك لما بتتغلب بتقفش. انا؟ اه. طب يا اخي طالما بقفش اتغلب لي مره. خدوه على فين يا ابني؟ مش عارف والله، بس انا شفتهم قبضوا عليه وركبوه البوكس مع الناس اللي اخدوهم في المظاهره. يا لهوي يا لهوي، كان مستخبينا فين كل ده؟ اعمل ايه انا دلوقتي؟ اعمل ايه؟ انت دور عليه يا امين عشان خاطري. ادور عليك فين؟ هو عيل تايه؟ مظاهرات ايه؟ احنا بتوع مظاهرات؟ انا هخش اغير هدومي. يا رب يا رب انا اذنك انا استرها يا رب، استرها يا رب، استرها يا رب، والنبي يا رب يا رب. يا لهوي يا لهوي يا لهوي. في ايه يا صبرا؟ يا لهوي، انت بتدور مع عمك امين على اهدى. ماله ادم؟ قبضوا عليه في مظاهره ومش عارفين اراضي فين. مظاهره؟ وايه اللي خليه يروح مظاهرات؟ ده اتجنن انت ولا ايه؟ بقول لك انا مش ناقصاك، البس اي هن وانزل دور عليه. معلش يا صبر، انا ماليش في المشاوير دي. معلش يعني هسيب جوز اختك ينزل يدور عليه لوحده وهو راجل كبير محتاج حد يسنده؟ انا اللي محتاج حد يسندني؟ انا ماليش في المشاوير دي عشان خاطري. امال انت لازمتك ايه في الدنيا دي؟ تقدر تقول لي؟ ما ولا حاجه، اعتبريني هوا. خلاص استريحتي، انا بخاف اروح القسمه صبره. انا لو شفت مكواجي شايل بدله ضابط وماشي في الشارع بخاف من مكواجي.